حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نتابع رحلة الحج المبرور، كيف يكون الحج مبرورا؟ أذكر دائما، اجعل نيتك أن تزور بيت الله العتيق، اجعل نيتك أنك تريد أن تتقرب من الله، أن يعني تسعى لأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ونعلم من خلال أحاديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن الحج المبرور هو من الأعمال التي يحبها الله، وهي من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان وبعد الجهاد. اليوم سنتحدث عن فائدة جديدة من فوائد الحج، وهي فائدة المشي السريع. العلماء اليوم في جامعة هارفارد أطلقوا دراسات عديدة عن فوائد المشي السريع، ونحن نعلم أن عبادة الحج تتضمن يعني أجزاء كبيرة منها يعتمد على المشي بسرعة. دعوني أيها الأحبة أقرأ لكم ما كتبته على موقعي حول هذا الموضوع ونستفيد من هذا الأمر. وأذكر دائما أن تكون نيتنا، يعني دائما جدد نيتك وقل يا رب أنا أنوي زيارة بيتك العتيق، فيسر لي هذا الأمر على الوجه الذي ترضاه وفي التوقيت الذي تريده، يعني كما تحب وترضى. انظروا أيها الأحبة، في دراسة حديثة تبين أن المشي السريع يحرض إنتاج مادة شبيهة بالمورفين، شبيهة بالمخدرات سبحان الله، تسمى إندروفينز. هذه المادة يتم إفرازها في الجسم نتيجة المشي، وبخاصة المشي السريع، والتي تؤدي إلى الشعور السريع بالتحسن. إذن هذه المادة تؤدي إلى الشعور السريع بالتحسن. ويؤكد علماء النفس أن المشي يكسبك احتراما لذاتك وشعورا بالارتياح، لذلك تعتبر رحلة الحج رحلة رائعة يمارس فيها المؤمن رياضة المشي والمشي السريع الذي أثبت العلماء فوائده الكثيرة. هنا أيها الأحبة، أنا لدي حديث أحببت أن نتأمله اليوم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. سبحان الله، أفضل الجهاد هو حج مبرور. طيب من لم يستطع الحج اليوم؟ نحن في ظل هذه الجائحة وهذا الوباء، ولا يسمح إلا لعدد قليل بالحج بناء على يعني تعليمات التباعد الاجتماعي وغير ذلك. انوي أن تحج لبيت الله في الوقت الذي يريده الله لك، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، فلا تحرم نفسك أجر النية. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بفعل الخيرات، على الأقل انوي أن تقوم بفعل الخيرات لتكن نيتك، لأن الله يحاسب على النية أيها الأحبة. إنما الأعمال بالنيات، أنت تأخذ الأجر حسب نيتك. يعني مثلا إنسان يصلي ولكن نيته هي الرياء والمفاخرة، هذا الصلاة لعنه وليس له أجر لأنه يعتبر مع المنافقين. وإنسان آخر ينوي أن يصلي ولا يستطيع لأنه مريض، فأحيانا يصلي بعينيه أو بحركات بسيطة، يأخذ أجرا كاملا أكثر من الذي يقوم ويجلس ونيته غير صادقة. إذن النية مهمة جدا أيها الأحبة، لا تنسى أن تنوي أن تذهب إلى زيارة بيت الله سبحانه وتعالى عندما يريد الله لك ذلك، وأن تحرص على ذلك في نيتك لتأخذ الأجر كاملا إن شاء الله. الآن أيها الأحبة، من فوائد عبادة الحج علاج الشحنات السلبية. علاج الشحنات السلبية، طبعا هذا المصطلح يعني ليست هي شحنات كهربائية سلبية، لا، هناك أيها الأحبة الجسم له نظام عمل معقد،
أجسام البشر وأجسام الكائنات لها نظام معقد جدا، نظام تشريحي معقد، وهناك تيارات كهربائية، مجالات كهرطيسية في الدماغ وحول القلب، وكل خلية لها مجال كهرطيسي. نتيجة الضغط النفسي والعمل المستمر، نتيجة التكنولوجيا الحديثة، نتيجة ضغط المعلومات، يمكن أن تتشكل ما نسميه بالشحنات السلبية في الجسم، وهي ليست شحنات كهربائية طبعا، هذا مصطلح يعني في علم النفس. الشحنات السلبية تعيق أداء نظام المناعة، تعيق عمل الدماغ بطريقة صحيحة، تعيق عمل القلب بطريقة صحيحة. ما هو العمل؟ دعوني أتأمل معكم. من أسرار الحج تلك الراحة النفسية التي يلمسها الإنسان عندما يؤدي العبادة بشكل صحيح، لأن هذه العبادة تقوم بعملية فرمتة أو تفريغ الشحنات السلبية وإعادة شحن الجسم بالشحنات الإيجابية. من عجائب ما نجده في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إشارة واضحة إلى هذا الأمر، حيث يؤكد أن الحج يفرغ ما يحمله الإنسان من ذنوب وأخطاء. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. سبحان الله أيها الأحبة، يعني عندما نكتشف أن الحج والعمرة وسيلة لعلاج الفقر، ينفيان الفقر، وسيلة لعلاج الذنوب المتراكمة عليك. طيب إنسان لا يستطيع الحج، ينوي نية صادقة والله تعالى يتقبل هذه النية إذا علم منك إخلاصا. أخي الحبيب، الله مطلع على القلوب، عندما يرى منك الإخلاص يكتب لك الأجر ويكتب لك النجاة من الفقر بمجرد أن تنوي الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى أمامنا يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني عندما تذيب الحديد، الحديد المذاب، عندما يذاب الحديد أيها الأحبة، نجد أن الخبث فيه والشوائب والأشياء التي يعني تقلل من قوة الحديد وبأسه وشدته ومتانته أو مرونته، نجد هذه الأشياء ترتفع للأعلى، تطفو على السطح مثل الزبد، فيتم إزالتها للحصول على الحديد النقي القوي. الحج يفعل ذلك، يصهر جسدك، يجعل هذه الذنوب تخرج خارج الجسد، كأن هناك جسدا ينصهر وتخرج الذنوب. سبحان الله، كما تخرج الشوائب من الحديد أثناء صهره. لذلك المصاعب التي يعاني منها من يحج إلى بيت الله، هذه المصاعب وهذا التعب هو مثل يعني التخلص من الشوائب بالنسبة للحديد. الحج يخلص جسدك من الذنوب، من الآثام، من المشاكل حتى النفسية والعقد النفسية وحتى المشاكل الجسدية. لذلك أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نيتنا دائما كما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.